من بعد آخر تزداد وتيرة القلق في الدوائر الإسرائيلية العسكرية، والسبب طريقة إدارة المستوى السياسي للحرب على غزة. هذا ما نشرته صحيفة يدعو تحرنوت، ورغم أن الحديث عن الفجوة ليس جديدا، إلا أن الصحيفة فصلت أبعادها بين الساسة والعسكر في إسرائيل. نحن بحسب يدعو تحرنوت، ينطلق قلق قيادة الجيش من غياب هدف سياسي استراتيجي لما يسمونه إنجازات يحققها الجيش في الحرب، فضلا عن غياب خطة بعيدة المدى لوجهة المعركة. وسائل إعلام إسرائيلية أخرى فسرت ماهية الخلاف بين الجيش والمستوى السياسي بالإشارة إلى أن جوهره عملياتي، إذ يقول الجيش إنه ملزم بأداء مهمته ضمن جدول زمني محدد وليس مفتوحا، وإلا فإنه سيواجه مخاطر بنيوية على نحو يضر باستعداداته لأي مواجهة في جبهات أخرى. تبرز مخاوف الجيش أيضا من أن غياب اتخاذ قرارات استراتيجية سيجلب تداعيات محتملة داخليا وخارجيا، ما يصعب عليه قدرته على إدارة قواته وتخطيط بنيانه العسكري لسنوات مقبلة بحسب تسريبات عسكرية. الكشف عن مخاوف الجيش العملياتية جاء قبل أيام قليلة من حلول موعد جولة جديدة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ما دفع محللين إسرائيليين إلى وضع ذلك في سياق ضغط الجيش باتجاه إبرام صفقة لتبادل الأسرى.